السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت شغال على ليبر اوفيس وهو مجاني واوبن سورس، ممكن تحب ان انت تغير الشكل دوت وتخليه زي ريبون زي ما موجود في اصدارات الاوفيس الحديثة. طيب اعمل ايه؟ هروح لقائمة فيو واقول له يوزر انترفيس، واقول له ان انا عايزها على هيئة تابس بالشكل دوت، وهتلاقي عندك كذا شكل. تمام، ده شكل اقرب شكل للمايكروسوفت اوفيس الاصدار الحديث. هقول له ابلاي تو اول بحيث ان هو يقبل كل الاصدارات بتاعه لايبراري اوفيس، اللي هي لو احنا جينا نبص كده هتلاقي ان انا عندي لايبراري اوفيس البيس، عندي كالك. تمام، البيس ده اللي هو نقارنه بالاكسس، وكالك ده نقارنه بالاكسل، ودرو زي الباوربوينت، وعندي امبريس وماس ورايتر اللي هو عامل زي الوورد. فممكن تقبل الوورد بس، ممكن تقول له ابلاي تو اول فيقبل ليهم كلهم، ياخد نفس الستايل بالشكل دوت. تمام، بحيث ان انت لما تيجي على قائمة هوم تظهر لك بالشكل دوت. ممكن بقى تروح لتولز، وهتلاقي عندك هنا اليوزر داتا بحيث لو انت حابب تغير. فهنلاقي في الفيو ممكن تختار الايكون ستايل زي ما انت عايز، وليكن مثلا بالشكل دوت، اقول له اوكي.